بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس الثالث من دروس مجموعة دروس الفوتوشوب. هنبدأ سوا النهاردة إن شاء الله في بدايات كيفية عمل تصميم بسيط كامل إن شاء الله. إن شاء الله يكون الدرس بسيط وسهل عليكم إن شاء الله، ونبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الفوتوشوب. المرة اللي فاتت أنا كنت شرحت معاكم قائمة الليارات او جزء من قائمة الليارات، وقلت انا هكمل معاكم المرة الجاية ان شاء الله. التول بوكس وقائمة الستايلات. بس انا لما جيت اتعلمت الفوتوشوب يا جماعة، ما اتعلمتش التول بوكس ان واحد يجي يقول لي مثلا حرف التي ده بيكتب، دي بتعمل حاجة معينة، ده بيعمل حاجة معينة، ده بيعمل مش عارف ايه، الفرشة بتلون، القطارة بتاخد لون كده. ده حلو وهيفيدك، بس انا ما اعتقدش ان ده هيعلم فوتوشوب او هيعلم انت ايه استخدام الاداه. استخدام الاداه مش هيبان صح اللي انت في الشغل، لان الاداه مش للاداه، الاداه مش استخدام واحد، لاكتر من استخدام، وخصوصا الاداه موجود تحتها اسهم في كذا اداه تحتها. فانا افضل شرح التول بوكس ده يكون جوه العمل، يعني واحنا بنعمل التصميم معين هو والاستايلات، تمام. وان شاء الله الطريقه دي تكون كويسه معاكم وتفهموها ان شاء الله. هنبدأ النهاردة نعمل تصميم بسيط وسهل ان شاء الله. وان شاء الله كلكم تقدروا تعملوه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ فايل نيو، تصميم مثلا اسمه ماي فيرست ديزاين، تمام. حجم 650، الريزوليوشن بتاعه 72، الخلفية بيضة وايت، اوكي. اتكررت العمل بتاعي طبعا جنبه القفل، هفتح القفل عن طريق ضغطتين على اللاير وادوس اوكي. انا كده دي اداة القطارة، ماشي. انا هختار اداة السليكشن تول اللي هنعرف ايه استخدامها دلوقتي حالا. هنيجي دلوقتي انا عاوز ادمج صورتين مع بعض، وليكن عشان اعرف اعمل التصميم او خلفية التصميم بتاعي. هجيب الصور ازاي جوه الفوتوشوب، تمام. وليكن مثلا الصورة دي هشدها من بره واحطها جوه الشريط الرمادي ده، ظهرت الصورة، مسمار قاعد لوحده، تمام. الصورة التانية وليكن دي هشدها واحطها جوه الفوتوشوب برضو في الشريط الرمادي، اتنين مسمارين قاعدين يلعبوا الشطرنج، تمام. انا دلوقتي عشان اشد الصورة جوه العمل بتاعي هنا، انا دلوقتي عاوز مطلوب مني ان انا ادمج الصورة دي مع دي فين هنا ازاي، عن طريق ان انا اشدهم. دلوقتي الصورة دي قدامها قفل، هفتحه ضغطتين اوكي، وده كذلك ضغطتين اوكي، القفلة اتفكت. هقدر اشد دلوقتي الصورة دي احطها في العمل في مكان العمل بتاعي، تمام. اتحطت. ممكن اعمل الصورة حجمها كبير مش ظاهرة كلها في مكان العمل بتاعي، عشان احجم اغير حجمها لابعادها، يعني اختار edit free transformation او اللي هي control t. اول ما اضغط عليها يظهر لي النقط المربعه دي في ابعاد الصوره، بحيث ان انا اقدر من خلالها اعمل تحجيم للصوره. التحجيم ده بيكون بطريقتين، اما ان انا اغير في ابعاد الصوره عن طريق ان انا اشد من حته معينه بدون ضغط اي زراير على الكيبورد زي كده. دلوقتي الطول ده قل عن الطول اللي كان في الاول، وليه طريقه خطا او طريقه حلوه بتستخدم، بس انا ما بفضلش استخدمها، هي بتشوه في بعض الصور، تمام. للتراجع في الفوتوشوب بطريقتين، تراجع عن اي حركه عملتها وعاوز ارجع عنها بطريقتين، ادوس كنترول زد، وللتراجع اكتر من خطوه كنترول الت زد، تمام. انا دلوقتي رجعت عشان اعمل اعاده تحجيم للصوره دي بنفس ابعادها، اكون معتزل نفس ابعادها. اضغط على زرار الشيفت وعلى المربع اللي على الجنب ده، وانا داس على الشيفت واصغر مثلا، صغرت قد كده اشد، تمام. اصغر تاني شويه، صغرتها قد كده، مسمار كله ظاهر، تمام كده. حطيت الصورة هنا، تمام. انا كده حجمت الصورة دي عشان اطلع من الشكل المربع ده، وانا جوه الشكل المربع ده مقدرش اعمل حاجة تاني. عشان اطلع منه اختار اي اداة من التول بوكس، هيقول لي you want to apply this transformation، او انت عاوز تطبق الترانسفورميشن اللي انت عملته، اقول له اوكي ابلاي، عمل له ابلاي على الصورة بتاعتي، بقى الصورة بالحجم ده. هشد الصورة التانية، هي صورة المسمارين بيلعبوا الشطرنج دول، مالناش دعوة بيهم، يلعبوا براحتهم. شدينا الصورة حطيناها هنا، تمام. المرة اللي فاتت في الدرس اما جيت قلت يا جماعة احنا معانا كتابين، كتاب ابيض وكتاب اسود،
نفس طريقة الليرات، لو كتاب الأبيض فوق كتاب الأسود أنا دلوقتي مش هشوف غير الكتاب الأبيض، تمام؟ نفس الحكاية في الليرات، دلوقتي اللير رقم 2 دي اللي هي فيها المسمارين اللي بيلعبوا شطرنج فوق اللير بتاعت الراجل المسمار اللي قاعد لوحده ده، فهي دلوقتي أول ما تيجي فوق هتغطيه، فأنا عاوز المسمار ده يبقى هو فوق، تمام؟ هشده اللير بتاعته وأحطها فوق الليرين بتاع اللير بتاعت المسمارين، تمام؟ بعد كده اللير المسمارين أظبط مكانها، تمام؟ وليكن دلوقتي انا كده استقرت على الوضع ده، بس اللي انا عملته لغايه دلوقتي مش اسمه دمج ولا اسمه اي حاجه، انا كده حاطط صورتين جنب بعض، ايه اللي انا عملته يعني؟ ما عملتش اختراع، انا دلوقتي عاوز عشان ادمج صورتين مع بعض هعمل الصوره منهم خلفيه للتانية بحيث التانية تختفي فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا اجي على صوره اللي هي المسمارين دول وادوس كنترول تي او اديت فري ترانسفورميشن، تمام؟ اتعلم عليها صح، لان دوست كنترول تي، وبعد كده هكبر فيها شويه خليها تاخد الخلفيه كامله، اخرت الخلفيه كامله، اختار السليكشن تول، قال لي دونت ابلاي ترانسفورميشن، اقول له يس، تمام. دلوقتي صوره المسمارين اللي على الشطرنج واخد الصوره كلها، وصوره المسمار اللي قاعد لوحده ظاهره معايا اهي لما جيت ظهرتها فوق. دلوقتي انا اقدر اخفي الصوره بتاعه المسمار جوه في خلفيه الصوره اللي وراها ازاي؟ في كذا طريقه، لكل مصمم ليه طريقه او اكتر من طريقه. في طريقه سهله بسيطه جدا، لان احنا لسه مع بعض بنبتدي في فوتوشوب، فالطريقه ان انا اغير في المود بتاع الصوره من هنا، هبدا اختار النمط المحدد او النمط اللي انا شايفه كويس وشغال معايا في الصوره ومناسب للخلفيه بتاعتي، تمام؟ وليكن مثلا ده، تمام؟ انا دلوقتي عاوز احرك دي شويه كده، معلش مش الابيض اللي ورا ده، اقدر احرك صح بالاسهم بتاعت الكيبورد، يحرك بيكسل بيكسل، تمام. انا مثلا وليكن اللي بتاعت المسمار كده كويسه عجباني شكلها كده، اقدر مثلا دلوقتي اجيب الاستيكا عملها، هو عملها اللي في الرسام، اللي في اي برنامج فيه ادوات رسم، بعض الادوات هنا موجوده في برنامج الرسام، يعني زي الاستيكا وآلة الفيل دي موجودة في الرسام، والفرشة وآلة سيليكشن تو موجودة في الرسام، وآلة الهاند دي موجودة في الرسام، وآلة القطارة موجودة في الرسام، والآلة دي موجودة في الرسام بس بشكل تاني، تمام. مش مشكلة دلوقتي، المشكلة ان احنا دلوقتي انا عاوز امسح جزء من هنا، اخترت الاستيكة، بعد كده اختار خيار خصائصها من الاوبشن تو، الاوبشن بار ده عن طريق الضغط على السهم ده الصغير، وكده اختار اللي هي الفرشة اللي او الاستيكة ذو الحواف الناعمة اللي هي مختفية كده من الاطراف، واكبر السايز بتاعها عن طريق السحب والجر هنا، تمام. هذا سحبت مثلا، اجي مثلا على الجزء اللي انا عاوز امسحه من الصورة بتاعة المسمار وهبدأ امسح، او انا دايس كليك شمال طبعا، مسحت الصورة اللي انا عاوز امسحه، اتعملت كده. دلوقتي صورة المسمار اختفت في الخلفية اكنها جزء من الصورة الخلفية بتاعتي، تمام. دلوقتي انا كده ما عملتش حاجه، يعني انا عاوز مثلا اضيف حاجه تاني زياده على الصوره عشان تبقى تصميم كامل، يعني وليكن مثلا هاخد الصوره دي احطها برضو في شريط الرمادي، فتحت الصوره جنبها قفل، افتح القفل. دلوقتي في حاجه تاني من قائمه ايديت، انا دلوقتي الايد دي طالعه من هنا من اللي هو الشمال لليمين، تمام، من الشمال لليمين، لا انا عاوز الايد تطلع من الناحيه التانية من اليمين للشمال. هاجي على الايد دي، تمام، edit transform flip horizontal، horizontal هيقلبها اكنها في مرايه قدامها، اتقلبت الايد، تمام. اقدر دلوقتي بقى اشدها اخدها واحطها على الصوره بتاعتي، تمام، مثلا وليكن بالشكل ده، اقعد برضه اغير في المود بتاعها بحيث ان هي تختفي في الخلفيه بتاعتي، تمام. ادي طريقه، الطريقه دي بتهيألي هي كويسه. هبدا بقى اخد الاستيكه وهمسح، تمام، مسحت، اصغر الاستيكه شويه. الشغل اللي انا بعمله ده يا جماعه انت حسب ذوقك، تمام. انا دلوقتي بقولك، قلتلك اللي انا قلته في موضوع ايه، قلت ان انا دلوقتي اقدر ادمج صورتين عن طريق ان انا اغير في المود بتاعهم ده من هنا، تمام، وبعد كده امسح الزيادات. زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقه، وكل مصمم وله طريقته في التصميم. انا دلوقتي اخترت الطريقه دي، عجباني وسهله وبسيطه، وكلنا هنبدا بيها ان شاء الله، هتلاقيها سهله وبسيطه. امسح الزيادات من هنا،
تمام، بقت صورة الايد مدموجة في الخلفية بتاعة الصورة هي وصورة المسمار. دلوقتي انا ممكن اعمل حاجة تاني، ممكن مثلا ازود كتابة او اعمل حقوق للتصميم بتاعي بحيث ان انا اكتب اسم عليه، مثلا كتبت دولفين تمام بلاش كابيتال، كتبت انا مثلا دولفين دي اخلي لونها وليكن بني مثلا، بني محروق كده تمام. اقدر اقف بره المربع بتاع الكلمة دي، لما سهم مشاكل السهم يتحول للشكل ده اقدر الف الصورة بأي زاوية معينة، ومشاكل يتحول الى سيليكشن تول زي الشكل اللي انا فيه دلوقتي ده اللي هي زي الشكل ده بالظبط، او ما يتحول كده اقدر اشد الصورة في اي مكان. انا دلوقتي مثلا عملتها كده لفتها كده شوية، ادوس اوكي بقى شكل الكلمة كده. انا شكل الكلمة كده مش عاطفي، عاوز اعمل عليها تأثير اضافي، يعني هاجي مثلا على الكلمة كليك يمين دوبليكيت لاير. في حاجة هنا، في واحد يضغط لي كليك يمين على اللاير يقول لي لا انا مش لاقي دوبليكيت لاير، اقول له لا هتلاقيها. ليه؟ في قائمتين بيظهروا من ضغطة كليك يمين على اللاير بتاعتي. اول قائمة بتظهر لما ادوس على الكلمة بتاعت اللاير، اسم اللاير هي لاير 2 او لاير 1 او دولفين، كليك يمين القائمة اللي بتظهر تمام اللي هي فيها دوبليكيت. لو انا ضغطت بقى على الصورة بتاعت اللاير هضغط لك اطلع لي قائمة تانية خالص تمام، برضو كذلك في اي لاير تانية هنا قائمتين بيظهروا. فاراعي الحتة دي يا جماعة، ال دوبليكيت لاير موجودة لما اضغط على كلمة اللاير تمام، دوبليكيت لاير تعمل دوبليكيت لاير ده، تقول انت عاوز تعمل دوبليكيت از دولفين كوبي تمام، اعملها دولفين كوبي اوكي. عمل لير اسمها دولفين كوبي، بس الكتابه دي دلوقتي فوق الكتابه اللي تحتها اهو، لو شديت هتلاقيها موجوده معايا تمام. انا هخليها تحتها شويه تمام، وبعد كده مثلا هجيب اداه الكتابه دي وادوس عليها واكبر الحجم بتاعها مثلا اخلي ايه 72 وليكن تمام، واشدها فوق شويه بحيث ان طالعه منها الكلمه تمام. هي دلوقتي الكلمه الكبيره فوق الكلمه الصغيره تحتها اسف، فانا عاوز اخفي الكلمه الكبيره دي بحيث يكون شكلها كانها كان الكلمه الصغيره طالعه منها. اسف انا كده غلطت اهو تمام. دلوقتي بقت في كلمه وتحس ان التانية ظل ليها تمام، بقى شكلها يعني كويس شويه، اقدر احرك زي ما قلت بس بالاسهم بتاعت الكيبورد بيكسل بيكسل بيخلي شكله لطيف. انا اقدر ارجع الايد دلوقتي واقلل منها شويه عشان يبقى في من الفل بتاعتها تاني ابقى مندمج مع الصوره تمام. قللت انا الايد بتاعتها شويه. دلوقتي انا يعتبر عملت تصميم بسيط ان انا دمجت كام صوره مع بعض، ادي صوره المسمار اللي قاعد لوحده وصوره الايد مع خلفيه اللي هي مسمارين وكتاب الدولفين. انا عملت ايه بقى تلخيص اللي انا عملته في الدرس ده كله بالراحه؟ اولا انا دلوقتي كنت عاوز ادمج صورة المسمار مع صورة المسمارين بتاع الشطرنج، رحت شديت صورة المسمار جوه البرنامج عن طريق شدها من بره من سطح المكتب وحطها في الشريط الرصاص اللي فوق، اتحطت صورة المسمار هنا كان جنبها قفل فتحته ورحت شديتها جوه الصورة بتاعتي وعم غيرت حجمها عن طريق الكنترول تي او اديت فري ترانسفورميشن تمام، وغيرت حجمها وحطيته في المكان ده، وبعد كده غيرت المود بتاعها خليته اللي هو اوفلي او اي مود انت تشوفه كويس تمام، مش شرط تلتزم بالحاجات اللي انا بقولها. بعد كده جيت رحت غيرت رحت دخلت الصورة التانية بتاعت اللي هو المسمارين اللي بيلعبوا الشطرنج تمام، شدتها وحطيتها في الخلفية عملت لها ترانسفورم على قد الخلفية بالظبط، وبعد كده رحت حطيت صورة الايد تمام برضو شريتها من بره حطيتها هنا وعملت لها اديت ترانسفورم فليب هوريزونتال اللي هي قلبتها ان هي كانت من اليمين للشمال خليتها من الشمال لليمين، وبعد كده شديتها حطيتها جوه الصوره وعملت لها برضو شديتها في مكانها كويس وغيرت المود بتاعها خليته مالتي بلاي تمام. وبعد كده رحت كاتب كلمه دولفين وعملت لها تكبير هي دولفين كوبي اللي تحتها، بقت دلوقتي دولفين خلفيه الدولفين كوبي بقت بالشكل ده. يعني اتمنى يكون التصميم بسيط وسهل وعجبكم واكون شرحته بطريقه كويسه، ولو في اي تعليق طبعا يعني بدون نقاش تكلموني سواء على الخاص او على في الموضوع. و الدرسين اللي فات طبعا ما كانش فيه حاجات انا اطلبها منكم، يعني مثلا دلوقتي
ما فيش تطبيقات في الدروس اللي فاتت، فدلوقتي انا عملت تطبيق. ارجو يا جماعة من كل اللي شاف الدرس او كل اللي عاوز يكمل معايا في الدورة ان شاء الله ما يحطش رد بشكرا ومش عارف ايه، لا عاوز الرد يكون بتطبيق. تجيب لي اي صورة متصممة عبارة عن دمج 3 صور في بعض وكتابة كلمة على 3 صور بشكل جميل، تمام؟ بس ده المطلوب منكم ان شاء الله من الدرس ده، وان شاء الله نلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.